أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثالث ابتدائي الفصل الدراسي الثاني، المادة لغة الجميلة. موضوع الدرس تدريبات على درس عامل النظافة، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، التعرف على المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف والتضاد. ثانياً، أن يحدد الطالب الشخصيات الواردة في النص. ثالثاً، أن يطلع الطالب على نماذج إيجابية. فهيا معاً لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، أعبر أكون من الكلمات التالية جملا ثم أكتبها: الخيارات جد، حصد، زرع، من، ومن وجد. ما الإجابة المناسبة؟ نفكر قليلا. من جد وجد، ومن زرع حصد. أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، أصل الكلمة بضدها. عزيزي الطالب، ما المقصود بالضد؟ ما المقصود بالضد؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. عكس الكلمة، أحسنتم. ما ضد الليل؟ النهار. ما ضد طويل؟ قصير. وهكذا. التعب، التعب. ما الإجابة؟ الخيارات: الخيار الأول الكسل، الخيار الثاني يكرهون، الخيار الثالث النظافة، الخيار الرابع الراحة. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الراحة، أحسنتم، إجابة رائعة. ضد التعب الراحة. النشاط، النشاط. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. الكسل، أحسنتم. يحبون، ما الإجابة؟ يكرهون، أحسنتم. عزيزي الطالب، أصل الكلمات الملونة من العمود ألف بما يناسبها من العمود باء فيما يلي: أنا لست زبالا يا أستاذ. زبالا، نلاحظ هذه الكلمة. الخيارات: الخيار الأول من يجمع القمامة، الخيار الثاني رغبة شديدة، الخيار الثالث متفرقة. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. من يجمع القمامة، أحسنتم. إن عامل النظافة يواجه يومه بنشاط وحماسة، وحماسة. ما الإجابة يا أحبة؟ ما الذي يناسب كلمة حماسة؟ نفكر. رغبة شديدة، أحسنتم. شاهد المعلم أوراقا مبعثرة، مبعثرة هنا وهناك. ما الإجابة؟ نفكر قليلا.
متفرقة. أحسنتم عزيزي الطالب. أقرأ وألاحظ، أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة. دخل المعلم الفصل فشاهد أوراقا مبعثرة، مبعثرة هنا وهناك، فطلب من كل تلميذ أن يجمع ما حوله. نلاحظ مبعثرة، تنوين فتح. أحسنتم. إن من يقوم بتنظيف الشوارع لا نقول إنه زبال، زبال تنوين ضم. أحسنتم. إن عامل النظافة يواجه يومه بنشاط وحماسة، وحماسة تنوين كسر. عزيزي الطالب، أقرأ قراءة معبرة. إنهم يحبون الناس الذين يتحدثون معهم ببشاشة ويتعاملون معهم بمحبة ولطف، فإن تقدر الناس يقدروك، وإن تحترمهم يحترموك. أستخرج من النص ثلاث كلمات تحوي مدا بالألف، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. فشاهد، فشاهد حرف المد الألف سبق بحرف مفتوح، ماذا يناسب الفتحة؟ أي حرف؟ حرف الألف. إذن الذي يناسب الفتحة حرف الألف. كذلك ما الإجابة الأخرى؟ نفكر يا أحبة. أوراقا، أوراقا حرف المد الألف سبق بحرف مفتوح، أحسنتم. كذلك ما الإجابة؟ نفكر قليلا. هنا حرف المد الألف سبق بحرف مفتوح، نستنتج مما سبق بأن حرف المد، بأن حرف المد الألف يسبق بماذا؟ بحرف مفتوح. ماذا يناسب الفتحة يا أحبة؟ ماذا يناسب الفتحة؟ حرف الألف. أحسنتم. عزيزي الطالب، أستخرج من النص ثلاث كلمات تحوي مدا بالواو، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. نقول حرف المد الواو سبق بحرف مضموم، أحسنتم. كذلك يقومون، حرف المد الواو سبق بحرف مضموم، أحسنتم. كذلك يقوم حرف المد الواو سبق بماذا؟ بحرف مضموم، أحسنتم. ثلاثة كلمات تحوي مدا بالياء، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. تلميذ حرف المد الياء سبق بحرف مكسور، كذلك ما الإجابة الأخرى؟ تنظيف حرف المد الياء سبق بحرف مكسور، كذلك سميرا حرف المد الياء سبق بحرف مكسور. أحسنتم. أستخرج من النص ثلاث كلمات تحوي تضعيفا، ما الإجابة؟ النظافة، الحرف المضعف حرف النون عبارة عن حرفين، أحسنتم. كذلك المعلم، الحرف المضعف حرف
اللام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين. كذلك يا أحبة التلاميذ، الحرف المضعف حرف التاء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرفين. أحسنتم عزيزي الطالب، استخدم أحاكي المثال الأول في استخدام أداة الشرط إن. إن تقدر الناس يقدروك، أداة الشرط إن، فعل الشرط تقدر، جواب الشرط يقدروك. إن فراغ دروسك تنجح، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. إن تذاكر دروسك تنجح، أداة الشرط إن، فعل الشرط ماذا؟ تذاكر، جواب الشرط تنجح. إن تذاكر تنجح. أحسنتم. إن تجتهد فراغ أحلامك، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. إن تجتهد تحقق أحلامك، أداة الشرط إن، فعل الشرط تجتهد، جواب الشرط تحقق. أحسنتم. إن فراغ، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. إن تهمل دروسك تفشل، أداة الشرط إن، فعل الشرط أين فعل الشرط يا أحبة؟ تهمل، وجواب الشرط تفشل. إن تهمل تفشل. أحسنتم عزيزي الطالب، أحول، أكتب اسم الآلة. عزيزي الطالب، ما المقصود باسم الآلة؟ ما المقصود باسم الآلة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. اسم مشتق من حروف الفعل للدلالة على ماذا؟ نركز، للدلالة على الأداة التي يقع بها الحدث، للدلالة على الأداة التي يقع بها الحدث. أحسنتم. نلاحظ سيارة. أحسنتم، إجابة رائعة. كذلك نلاحظ يا أحبة ثلاجة، اسم الآلة ثلاجة. نلاحظ اسم الآلة طيارة. أحسنتم. نلاحظ يا أحبة، ما هذه الآلة؟ مفتاح. أحسنتم. نلاحظ، ما هذه الآلة؟ دراجة. أحسنتم. نلاحظ، ما هذه الآلة؟ منشار، على وزن مفعال. عزيزي الطالب، أعبر كتابيا عن الصورة التالية، ما التعبير المناسب؟ نلاحظ الصورة، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. ساعدونا في المحافظة على نظافة المدينة. أحسنتم. عزيزي الطالب، ألاحظ الصورة ثم أحدد الشخص المناسب لهذه المهنة. نلاحظ الصورة، الخيارات، الخيار الأول طيار، الخيار الثاني النجار، الخيار الثالث الشرطي. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. طيار. أحسنتم، إجابة رائعة.
تعلمنا اليوم الدروس المستفادة من القصة. أولا، العمل عبادة. ثانيا، أهمية العمل. ثالثا، الاعتماد على النفس. رابعا، التعرف على المهن. هذا هو درسنا لهذا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.